منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة. مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بنا في الاستماع. نعود نذكركم موضوعنا لليوم، كيفاش نحضروا أطفالنا نفسانيا باش يستقبلوا مولود جديد، كيفاش يقبلوا الفكرة هذية، وكيفاش نخليوهم ما يكونوا ما يقبلوش الفكرة هذية بيقلق، وإلا يبداوا هكا متقلقين نوعا ما وما همش قابلين. تحضيرات النفسية للطفل لاستقبال مولود جديد هو موضوعنا اليوم، أكيد بحضور مدام سونيا جبيلي الأخصائية النفسانية. مرحبا بك مدام سونيا من جديد. مرحبا بك سوار، مرحبا بكل مستمعي حياة فعل. يعطيك الصحة. دونك اليوم كي نحكيو على التحضيرات النفسية للطفل، فما برشا استفهامات تجينا، فما حتى برشا أمهات يقولوا علاش وقت اللي الطفل وقت اللي يجي خوه صغير جديد يتتبدل الكومبورتمون تاعو، فما أمثلة كنت حكيتها منتي في بداية حصتنا، يولي يتبع البيبي هذاك في برشا تصرفات، في البكاء يحب يعمل نفس الحاجات اللي يعملوهم للصغير هذاك، وإلا زادة يولي منعزل، يولي ما عادش يتكلم. فما بعض الأطفال اللي معناتها يوصلوا ما عادش يتكلموا. الاوتيزم سيليكتيف نحن نسميوه باللغة الفرنسية، هو اضطراب في النطق، من بين الاضطرابات في النطق والكلام. فهو ان فان كونت هو مش فاقد للمخارج الحروف، مش فاقد عضويا جوستمون في الأحبال الصوتية نتاعو، معناها ما عنده حتى مشكل عضوي للقدرة على النطق والكلام، ولكن هي نحن نقولوا سيسيتي بسيكولوجيك، معناها هو صمت نفسي يختاره الصغير يعبر به جوستمون على القلق اللي نجم يحسه جراء الغيرة المفرطة، على خاطر يرى في الصغير اللي جاي مولود الجديد يرى فيه على اساس هو باش يفك له بلاصتو، باش يفك له امه، باش يفك له بوه، وهذا ينجم يكون الاحساس هذايا معناها مختلف بدرجات انت وعمر الصغير، على خاطر الصغير في كل مرحلة عمرية فيها الخصوصية متاعو اللي تنجم منها هي تأثر على ردات الفعل مقابل المولود الجديد. والعائلة اللي ساعات ما ينجموش يحضروا ولدهم نفسانيا، زاد ساعات يحاولوا هما اصلا معناتها في حد ذاتهم يزيدوا ياثروا عليه سلبا. ساعات فما كلام يتقال للصغير، هاو باش يجيك خوك، هاو خوك باش يفك لك بلاستيك، ماكش عاقل تو يجي شكون اعقل منك، انت ما تسمعش كلامي، باش نجيب الصغير على خاطر انت تسمعش كلامي، وعلى خاطر دوك موجهولو، معناها النقد الهدام اللي هو يمس ديريكتومون الشخصيه نتاعو، فوقتها تظهر برشا اضطرابات، كسوا اضطرابات سلوكيه او صعوبات في التواصل او حتى اعراض مرضيه، معناها يولي صغير معناها ديما فاشل، ديما منزوي، ما عادش عنده شهيه نتاع ماكله، ما عادش عنده نوم، يكون مضطرب او يكون عنده اضطراب في النوم، بمعنى يرقد اكثر او يرقد اقل، يولي معناها يمتنع على التواصل كسوا مع الصغار اللي في عمره، خاطر هو يرى فيهم وكلهم يرى فيهم اللي هو معناها في وسطهم انسان، معناها الطفل الوحيد اللي في وسطهم يتسم بسمات خايبة، على خاطر يسمع في الكلام ذاك موجه لشخصيته، يولي يرى الناس الكلكم شفت فك بلاصة، يولي ما عادش يرى روحه عنده بلاصة في وسط العائلة هذيك، ويرى في وجوده اللي هو زايد ومقلق، فيختار كونه يختار معناه عرض من الأعراض المرضية ويلتزم بها، واللي هي هذه من أخطر الأعراض. أكيد أكيد. دونك ما فماش كان هذية معناها الصمت الاختياري اللي هو الميوتيزم سيليكتيف، فما برشا أعراض أخرين، فما لا ديبريسيون بلانش، الاكتئاب هو مش أبيض، أما ديبريسيون بلانش اللي هي خاطر هو صغير ما جابش في عمر معين ما جابش يمرض بالاكتئاب إلا في مرحلة عمرية معينة، ولكن كي يبدأ في عمر صغير معناها عام عامين ثلاثة أربعة خمسة سنوات، ما نجموش نحكيو على اكتئاب عند الصغير إلا بعد السنوات. ديك علاش نسميوه الاكتئاب الاكتئاب الابيض، اللي هو الاعراض الكل تحسها اعراض نتاع اكتئاب، ما هو ماهوش ما هو ما يعانيش منه كامراض، معناها فهمتني كيفاش يظهر الاكتئاب راهو نفس بريسك العلامات، معناها كونه معناها على خاطرها نحن نقولوا رياكسيونيل، هي اجابه الوضعيه هي تقلقه،
فهمتني؟ معناها هو ما عندوش مثلا كي نشوفوا الهرمونات نتاعو والكل معناها ما عندوش قلق، ولكن هو إجابة رفضا للوضعية اللي هو فيها أو رفضا لوجود إنسان آخر في العائلة اللي نجم هو يمثل له أو يهدد له الاستقرار الأسري نتاعو، وإلا يهدد له بلاصته ووجوده وكمية الحنان والمحبة نجم يخذها من عند والديه. فيعمل ردة فعل اللي هما البكاء المفرط، ديما يبكي على أقل حاجة، يبكي ما يحبش ينخرط في اللعب مع صغار من عمره هو، ما عادش مهما كانت نوع الماكلة اللي يحبها كي تقدمها له بالنسبة له تولي ما عادش تعني حتى شيء، بالنسبة للماكلة والشرب يولي ياخذ اللازم في اللازم، يعني ما عادش عنده شهية متاع ماكلة، ديما منزوي وحده، ديما جينيرالمون ياخذ لعبة فقط، دونك من بين الألعاب اللي عنده كل ياخذ لعبة بركة ويقعد داك اللعبة هذيك تتمثل له بتتخ مصدر متاع حنان فيتشبث فيها بالبرشة. دونك كيف كيف ينجم زيدا يولي عنده دي تروبل انكسيو، بمعنى كونه ينجم يكون عنيف، دونك يولي عنيف يولي يضرب يولي يقدم، معناها علاش قلت لك انا تو ديبون العمر نتاع الصغير هذيك، ينجم يضرب ينجم يقدم ينجم يكسر ينجم يوصل حتى يضرب خوه لا هذيك في الحاصل معناها يضرب خوه هذايا من لا سبيل باش نشكوا فيها السلوك هذايا، ولكن فما صغيرات اللي هما ما عندهمش مرض الصرع ولكن تجيهم نوبات نتاع صرع على خاطرهم هما في ازمه نفسيه، دونك يتيح كاريمون يتسكك معناها بنفس الاعراض نتاع الصرع ولكن ما عندوش صرع، معناها كي نجي ونعملوا له تخطيط على راسه ونعملوا له ليرام والكل، الصغير ما عنده حتى شيء عضوي يعني في على مستوى الدماغ، ولكن الازمه النفسيه نتاعو عملت له لي سيمتوم بسيكوسوماتيك اللي هما الاعراض النفسيه الجسديه اللي هي تتمثل جوستومون في النوبات هذوك. ساعات سخانة ما يعاني من حتى التهاب من حتى فيروس، ما عنده حتى مرض يعاني منه، ولكن فجأة تتلفت تلقاه سيد وصل 40 سخانة، تهزوا للطبيب يشوفوا يعملوا التحاليل اللازم يكشف عليه، من بعد يقولك راهو نفسي ما عنده حتى شيء صغيرك. دونك شنو نصيحتنا؟ خلينا نبداو مسكينه سوار تفاجات ليه، خاطر معناتها نحكيو على مادام احنا نحكيو على اعراض باش نحطوا معناها باش نجموا نحكيو على الخطوره نتاع معناها ما لازمناش نستهينوا بحاجه كيف ما هكا، مادام احنا ما لازمناش نستهينوا، دونك شنو الخطوات اللي لازمنا نعملوهم باش ما نوصلوش لهالمراحل هذه؟ ان شاء الله ربي يحمي صغيرات، امين يا ربي، ان شاء الله ديما صغيراتنا متوازنين وفي احسن الاحوال نتاعهم، دونك باش نجموا نحنا نبعدوهم جوستومون على هالاضطرابات هذوما سواء كانت جسديه او نفسيه. دونك من أول الحاجات اللي لازم تعملها نهار الأم والبو يقروا باش يجيبوا صغير جديد يلزم يحكيوا مع صغيرهم، يقولوا له رانا نحنا مهما كان عمر شو هذايا راهو سوار فما قاعده لازم نتفقوا عليها، انت قلتها ونعاودوها ونقعدوا ديما نعاودوها، راهي قاعده لازم نتفقوا عليها الناس الكل، راهو ما فماش صغير في هالدنيا هذيه ما يفهمش مهما كان عمره، هو ديجا الفهم نتاع الصغير ملي يبدا جنين في كرش امه يتفاعل معاها وقت اللي تتوتر، يتفاعل معاها وقت اللي تتقلق، تتفاعل معاها وقت اللي تضحك، وقت اللي تشطح، وقت تسمع موسيقى تسمع قران، يتفاعل الصغير باللي يبدا جنين في كرش امه، فما بالك يجي للدنيا والدماغ نتاعو فوالا دوك متكامل في المرحله نتاعو هو في النمو نتاعو. دونك نرجعوا للقاعده نتاعنا اللي راهو الصغار الكل يفهموا مهما كان عمر الصغير، يسوفي جوست توصل له المعلومه بالطريقه اللي هو ينجم يفهمها، يعني ما تحكيش معاه كلام صعيبك ولا كبير برشا عليه، دوك حاول بسط له بقدر المستطاع، مثلا ما يعرفش يجاوبك بالكلام العب معاه لعبه الادوار، اعمل له عروسه وحطهم هكا زوز اخوه بحذا بعضهم وقول له هذا ولدي وهذا الثاني وزوز محلاهم، اخزر الام تحبهم وزوز تحطهم هكا، معناها تعمل لعب ادوار تقش عليه بالحق جاي الصغير، اخزر كيفاش باش نشدوه مع بعضنا باش نبوسوه باش نعملوا له شعره باش نبدلوا له حوايج باش نختار له الحوايج. دوك مهم جدا صغيرك اولا في القرار نتاعك في جبان معناها في اضافه مولود جديد يسمو تشاركوا معاك، هذه بدرجه اولى، بدرجه ثانيه كل ما تمشي باش تكشف جوست على الجنين في كرشها تهز صغيرها معها باش يشوف عن طريق المنظار باش يشوف خوه اللي في مازال في كرش امه، ديما تحكي على ولدها الموجود ايجابيا وحتى على خوه اللي باش يجي باش يقولها باش تقول له راني انا نحس به في كرشي، انت كل ما تحط يدك على كرشي هو خصك كيفاش يتفاعل معاك، معناه هو يحب يجيك يحب يخرج يحب يلعب معاك يحب يقعد بحذاك يحب معناها يشاركك في برشا حاجات اتتغ. دوك ديما نحاولوا نثمنوا اكل العلاقه اللي باش تكون ايجابيه ما بين الصغير اللي عندك والجنين اللي في بطن الام،
هذه حاجة. الحاجة الثانية لازمنا نفسروا لصغارنا اللي مهما باش نزيدوا صغير 2 3 4 راهم حبتهم وبلاصتهم في قلب لهم والبو الزوز بالراهي باش تقعد كيف كيف ما يجي حد يفك بلاصة حد. كل حد عنده بلاصته وكل حد والمحبة بتاعه وكل حد وعنده شخصيته والطريقة اللي نتعاملوا بيها معاه. هذه زادة مهم جدا. حاجة أخرى ما يلزمش الأم كي تجيب تنجب الصغير تنجبه بطريقة نحن نقوله ساعات معناها الطبيب ديما يحاول يقرب هو معناها اللهم في حالات استثنائية قريب ديما طبيب يقولك مثلا في الشهر الفلاني ما بين كذا وكذا تصير استثناءات. أما هذا ما يعنيش اللي ديما يسبك الصغير معناها تخليه يواكب معاك الأحداث قد ما كرشك تكبر على قد ما بتبدا تحضر الجهاز نتاع الصغير اللي باش يجي جديد وكيزمو يشري معاك الحوايج تخليه يختار له تقول له انت اختار له زعما انه اللون اللي يجي خير تشاركوه اي يلزمو يكون مشارك في الاعمال الكل طن بعد بشوي بشوي نشوف حتى كي تولد كيفاش دونك نشريو له دونك كل شيء نختار له هو. مثلا هو قول له شنو باش تعطيه كادو خاطر باش يجيب لك كادو زاده دونك مثلا باش يشري له سوسيت بيبغون حاجه ولا لعبه صغيره ايتترا وما ننساوش باش نشريو له ليه هو لعبه من غير ما نوريوها ونهار اللي لهم تمشي وتولد تقول له هذه راهو جابها لك خوك. احنا توا هذا الكل نحكيو فيه قبل الولاده بعد شويه نحكيو معاك على بعد الولاده زاد اللي يظهر لي وقتها باش يولي البيبي موجود قدامي باش تكون العمليه اصعب شويه. زاد البو راهو يلزم ينخرط بطريقه مباشره في التحضير النفسي لصغيره لتقبل مولود اخر. مش يقولوا ليه خي تشهمنا فيه انا باش تلهب ولدي واش علينا فيه لا رد بالك تحسوا كيك خاطر بالعكس باش تعمق المشكل اللي هو اون فان كوت باش يزيد يقرب الام والبو باش يتلهب الوليد الاخر اللي هي حاجه ما لازمش تصير بالطريقه هذه بالعكس بطريقه مختلفه. علاش؟ على خاطر يقول لك انا اخويا خذا حظه 9 شهور في كرش ماما معناها ديما لاصق ماما هو كي باش تجيبه معناه في عنف ترجع لي اللي انا بدي تمشي تقعد معاه هو دوك باش يتقلق حتى ولو حضرناه باش يتقلق اي شفت قداش يخموا الصغار افكتيفمون وهذا الكل يخرج ما نقراولهمش حسابهم لكن يخرجوا في المحادثات النفسيه اللي نعملوا نقوموا بها مع الصغيرات. دونك ديما نقول لهم كي تجيني نقولها هاو اسهل طريقه وهي راهي سهله طريقه الناس كنت نجم تعملها وقت اللي صغيرك مثلا كان عمره يسمح باش يمشي رياض اطفال او حضانه او يقرا او عندك حد في العائله نجم يشده مثلا في الصباح اللي تعرف هذاك اكثر وقت لازم تتلهى بيه بالمولود الجديد. دونك تحضر صغيرك تتلهى بيه المولود الجديد اتسيتيرا ومن بعد اون فوا صغيرك الاخر دخل للدار تسيب المولود الصغير البوه ولا الحد معاك في العائله وتتلهى بولدك هذاك اون فان كونت هو باش يفهم اللي راهو كل واحد فينا عنده وقت اللي راهي الام ماهيش قاعده تحايل اللي راهو كل واحد تعطيه في حقه او هو كيبدا موجود تلهى بيك كيبدا مش موجود تلهى بالاخر وكيك نقسموا الادوار باش هو بيدو ينخرط في تقسيم الادوار وحتى في ذهنه ما يقولش اللي هو فك لي بلاصي ولا خذالي من وقتي او امي ولات ما عشت الهبيه ولات الهبيه دوك تحبوا اكثر مني انا وكل افكار لا قدر الله سلبيه اللي تنجم تجي على بال دوك هذا مهم جدا. دوك ساعات شو نقول كي يبدا صغير البو معناها كي يروح من الخدمه يتلهب البيبي جديد والام تقعد تلهى بالوليد الاخر افكتيفمون. دونك مهم جدا المعادله هذه باش هو بيدو بعد هذيك ديجا لكن توافقنا فيها في وسط العائله سي بدينا نقبلوا في المولود الجديد هذا دوك نقطه الانطلاق نتاع الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه تحبوا نحكيوا توا كي يجي الصغير ولا نخليو نعملوا ترتيحه صغيره مع مجد الرومي عينيك ليالي صيفيه ونرجو باش حتى اللي تابعونا يبداو حكينا بالخطوه بالخطوه خيبية. قبل الولاده بعد الولاده بعد شويه نرجو لكم في منتدى الحياه ما تبدلوش الموجه ما تبعدوش بيا ما 3:15 مرحبا بكم انتم تسمعوا في اذاعه الحياه فام هذا الموعد اليومي من الاثنين للخميس من منتدى الحياه بدينا معكم المشوار عنا اقل من ساعه كنا نحكيوا على التحضيرات النفسيه للطفل لاستقبال المولود جديد. حكينا معاك مدام سوني على برشا خطوات يلزم الاولياء يعملوها مش الام فقط البو زاد لازم يكون فاعل في الموضوع هذايا خاصه قبل الولاده. وصلنا توا لما بعد الولاده في ساعتنا الثانيه من البرنامج كيفاش الام والولي يلزمهم يتصرفوا مع الطفل بعد الولاده خاصه اللي يبداو عندهم صغيرات باش يجيبوا مولود جديد سي بون المولود توا موجود في صحه جيده وعافيه ان شاء الله كيفاش الاولياء باش يتصرفوا مع ولدهم الكبير والا الثاني. هو ديجا باش نبدا لك بنقطه يمكن باش نضحكوا عليها شويه اما اللي تخيز في كاس ما هما يقول لك مصائب قوم عند قوم فوائد سيدي هالعامين هذو ما جاتنا فيها جائحة كورونا
الحمد لله عندنا اقل كويت نتاع صغيرات متقلقين على خاطر زيدهم صغير جديد. لا الى شيء على خاطر العائله اللي موسعه ما تجيش، على خاطر الصغير المولود الجديد ما يتبسش برشا ما يتحملش برشا، دونك فما توازن كلكو بار في وسط الاسره قعدنا محافظين عليه. دونك الصغير تلقاه يتقبل المولود الجديد بطريقه طبيعيه من غير ما يتقلق. هذا شنو يزيد مشاكل عوامل اللي ما صحيح دونك هذا شنو يزيد يثبت اللي ساعات العائله حتى الممتده واللي هما يبداو قراب برشا للصغير جونغ الماما العزيز الخاله العمه هما ساعات مش البولهم لهم وبو بدا متوازنين محافظين يحاول عندهم الياتهم وطرقهم باش يتعاملوا مع صغيرهم، لكن هما تلقاها العائله ذيك تعمق المشكل او تفيق الصغير اللي فما كلكو باغ فما مشكل في جيبان المولود الجديد في جايين المولود الجديد. فديما دونك حتى من العائله الممتده يلزم الوالدين يحكيوا معاهم على اساس وقت اللي يجي مولود مش لازم معناها الكلنا نبوسوا الكلنا نحنا نفرحوا بمولود جديد اوكي معاك، اما لا افراط ولا تفريط باش ما نقلقوش ولازم ناخذوا بعين الاعتبار نفسيتك الطفل هذاك. دونك رانا نبداو به هو الساعه اول حاجه نبداو بالطفل الساعه نبوسوه ونشي معناها نعطيوها كل الشارج العاطفيه الكل اللي حاشتها والكل ومن بعد نقولوا ساعات مدام سونيا وانت تعرف ساعات العائله تلمون يبداو فرحانين بالمولود الجديد ويبداو يستنوا فيه مده معاك المولود الاول والا الثاني. احنا ديما نحكيو على عائله فيها مثلا عندهم زوج صغار وباش يجيبوا المولود الثالث يحطوها كيما نقولوا احنا على جنب ويتلهوا بالمولود الجديد. هو هذا اللي مازموش يصير، هذه مرفوض مرفضا اذا هما يحبوا يحافظوا على توازن نفسي نتاع صغيراتهم. دونك يلزمنا نتلهوا كيف ما بالموجود كيف ما بالجديد، معناها مش ما بين هذا سامحني في التيغم جديد يا رابح، لا لا عندنا جديد يا رابح فيه برشا ما يلزمش دونك يلزمنا خاطر هما الاخرين كبار واعيين يفهموا، مش معناها الصغير المولود الجديد ما يفهمش ما تفهمنا عاد على القاعده يفهم، ولكن هما نجموا يستوعبوا السلوكيات اكثر من المولود الجديد اللي مازال كي جاي معانا جديد في الدار. دونك ديما نتلهوا بالكبار وبعديك نتلهوا بالمولود الجديد، هذه هي القاعده. زاده الثانيه حاجه اخرى اللي المولود سيجي دونك الاوليه كيف ما تفهمنا دونك لم تتلهى تقسم وقتها اشتر للمولود الجديد واشتر للابنها او ابنائها الموجودين ديجا في الدار. البو كيف كيف دونك يقسموا الوقت زيدا دونك البو كيف كيف يزم يكون عنصر فاعل في هالمنظومه هالاساليب التربويه هذه في الوالديه الايجابيه بيكون عنصر فاعل مش الشارج الكل ديما على الام، لا بالعكس هو دوره لهنا دور ناكدوا عليه على خاطر باش يكون دوره فعال اللي هو باش يحاول يحتضن صغاره وقت اللي الام ديجا لاهيه في المولود الجديد والعكس بالعكس قسموا الادوار صحيت والعكس وبالعكس به. دونك من بعد نجيو للصغير هو شو مستلزمات المولود الجديد اللي هو يلزمه يرضع يلزمه يتبدل معناها الكوش نتاعو يرقد مليح يدوش معناها لي جيست ايجين الكل معناها كل ما يحوم حول نظافه الصغير مهم جدا صغيراتنا يشاركوا معنا في نظافه المولود الجديد. لا الى شيء اولا للاحساس بالمسؤوليه بدرجه اولى دونك باش يكونوا مسؤولين تجاهه يعرفوا كيفاش يشدوه يستحفظوا عليه ما يطيحوهش ما يجبدوهش بالقوي وباش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع كائن جديد موجود في الدار اللي هو حساس، بمعنى ما نشدوش بالقوي ما نتكلمش بالقوي باش ما نفجعوش باش ما نبكيهش باش ما يتقلقش. هذايا الكل هما يتعلموا بشويه بشويه يتوازنوا حتى في تصرفاتهم قدام هالمولود الجديد هذايا. حاجه اخرى اللي هو على طول ما نحن نحاولوا معناها الصغير نشاركوه معانا في نظافه المولود الجديد هو بيدو باش يتعلم كونه يكون حريص على نظافه الجسد نتاعو. ما نعرفوا نحن مولود جديد مازال ما عندوش مناعه دونك مهم جدا قبل ما نمسوه نغسلوا يدينا نبدلوا حوايجنا اتسيتيرا. دونك باش يولي هو من 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 الممارسات اليوميه نتاع الصغير كونه يستحفظ على النظافه الجسديه نتاعو. دونك ريت هو عمل معناها نحن تعلمنا حاجتين في حاجه، اولا هو باش يقرب لك المولود الجديد هذاك باش يحس بيه، قد ما يحس صغير قد ما قلبه يرق عليه اكثر. نحن نعرفوا البراءه وما ادراك ما براءه الاطفال، دوك ونحبوا ديما الحاجات الصغار على خاطر نحنوا عليهم برشا. دوك هو ديجا باش يتعلم يحن على اخوه باش يتعلم يستحفظ على اخوه يستحفظ عليه من نوع
التصاريح الكل كسوا باش ما يعيطش باش ما يفجعوش باش ما يبكيش باش كيهزو هزو بالسيسه باش ما يوجعوش ويحافظ زاد على نظافته باش لا قدر الله ما مرلوش بسم الله عليه جراثيم او امراض تنجم تقلقوا المولود وتقلق حتى زاد اخوه. دونك مهم جدا دونك هذوما لي بون جيست نحن نسميوهم. كيف كيف وقت اللي صغير شوف شعملوا البيبران دونك نعلمو كيفاش يصب الماء يحط المغارف نتاع الحليب كيفاش يخلط يحسها سخونه عليه والا لا نحطوه هكا الصغير هذاك في حجر اخوه ونشدوا له يده بالبيبران كيفاش يوكل خوه بطريف بطريف. دونك مهم جدا باش من بعديك يتعلم كيفاش يتشارك مع اخوه الأنشطة الكل كسوا في الماكلة أو في اللبس أو في النظافة أو في اللعب وفي برشا حاجات. وهكيك لم ديجا تربح وقت باش يتخصص أكثر وقت معناه باش نلقى روحها تتلهي بالزوز ماهيش تستثني واحد منهم في نفس الوقت مش تميز زيت صحيت. ونعرفوا اللي الصد هذاك ساعات الأمهات يبدأوا خايفين على الموضوع كل كليلة ما تنسوش وما تقربوش وما تطيح وتطيح وتندر شنو وهذاك يزيد يعمل فارق كبير في فارق علائقي ما بين الصغير هذا والصغير هذا. دوك على قد ما تقربهم وعلى قد ما تقصر المسافة العاطفية ما بين الصغير والمولود الجديد عد على قد ما ينحافظوا على توازن النفسي متاع الصغير وعلى قد ما يقبلوا ويتقبلوا ويولي يحسوا اللي هو سيء معناه عرفتك القبول السهل اللي هو سيء توا جاب معانا ولا منا فينا ولا مني كنا ثلاثة في العائلة ولا أربعة ولينا خمسة ونبدأ نحسبوا بيدينا على أفراد العائلة ونجم نصوروا حتى دي سمايل في الأصبع الأصابع متاعنا نصوروا مثلا فم فم وعينين في أسبوع الإبهام اللي راهو هذاك البو في السبيبة راهو الأم وبعديك الصغار وراهم ونبدأوا حتى نلعبوا معهم ونحكيوا حكايات أغزي كيفاش الأم يزبا تقرب كيفاش سواب علي دين ما نجموش يبعدوا على بعضهم ديما مجدوا دين مع بعضهم. دوك نحن لحمة باش تعلموا اللحمة باش تعلموا سيلة الرحم باش تعلموا كيفاش نحن نخافوا على بعضنا نحميوا بعضنا الناس الكل تعس على بعضها. دوك برشا معناها نحن نقولوا لي بون جيست هذه برشا معاملات جيدة تخلي كون ترسخ الثقافة متاع اللحمة والمحبة والحنانة ونبعدوا وقتها الإحساس بالغيرة وبالأنانية وبرشا حاجات أخرين. دونك هذوما خطوات سامحوني بساط برشا تنجم الأم وإلا البو يعملوهم للصغير باش ما يخليهوش يعيش كل فتره هذيك نتاع العزله ولا يبدا متخلق حتى نحسها فتره فراغ افكتيفمون. دونك ميساجنا للامهات وللاباء كيف كيفك الصد والخوف الاكثر من اللازم ديما نحكيو عليه في مواضيعنا وحنا نحكيو على مواضيع تهم الصغار ساعات بالخوف الاكثر من اللازم يزيد على الحدود ويكون مفرط تحس الام بالتصرفات هذيا معناتها تخلي ولدها يعاني مشاكل اخرى وتقعد عندها اثر معناتها لمبع اي وزيد سوار من عاداتنا وتقاليدنا كي يجي مولود جديد نبدا وعدا نسميه وهذا خشم بو هذا فم ام وهذا عينين خالو هذا نبدا كل واحد يحب يجبد الروح ويحب الصغير يشبه له. دوك نردوا بينا جوستمون ونحن نبداو نوصفوا في هالبيبي هذا المولود الجديد قدام خوه معناها تقولش عليه هكا هو خذا من الناس الكل الا من خوه لا ديريكتومون حتى كان مش صحيح يا يشبه خو يا كيف خو يا بشكل عكس بالانتماء بيان سور اللي راهو جزء منه لا يتجزا. دونك مهم جدا الاحساس يتمرن بالطريقه هذيك بهذه الخطوه على الاقل خلينا نقولوا احنا بعد الولاده استوعب المولود معناتها الخو المولود الجديد هذاك خو وراهو ينجم يعاون امه في برشا حاجات معناتها ساعات الام تقولها خلي ولدك يشارك في الحاجات اللي تقوم بها تقول لك ليه صغير ليه صغير يبدا عمره حتى 8 و9 سنوات تقول لك صغير راني نحكي لك يعاونهم اللي عمره عام وعامين فما بالك 8 9 سنوات معناتها ما وصلناش احنا ل 8 سنوات معناتها الامهات اللي يسمعوا فينا لو حتى كان ولدك عمره عام وعامين ومازال ما يتكلمش بالكدا ومازلت انت تحس اللي هو صغير ما تعملش عليه في برشا حاجات معناتها كبيره دربه هو تدريب باش يتعلم المنزليه راهو ينجم يعاونك حتى يمد لك كيما قلت انت البيبرون ينجم باك كعبت الكوش يمد لك الكوش لخوه منشف خوه اي حكايه. دوك حتى البغوصك الصغيره الخفيفه على الاخر باش تمشط له شعره نعطيوه زعما زعما يمشط شعر خويت الهبي. دوك هذا مهم جدا. حاجة أخرى فما شكون يعمل العكس بمعنى لا انت كبرت مدلي برا شوفوا برا تفقدوا برا عامل بالمسؤوليه اكثر من لازم فوالا الوغ هو ديجا مازال طفل ومازالت عنده احتياجات نتاع الطفوله نتاعو اللي هو المحبه والحنان ومعناها برشا برشا احتياجات اللي يلزمها في وقت معين تتوفر له. على قد ما تبعد على الاحتياجات الصغيره على قد ما باش يكون فما اضطراب في السلوك نتاعو فعادي هو بالنسبه لي هو كي باش تكبروا ولا تحملوا مسؤوليه قبل من عمره فهو وقتها باش يراه هذاك الكل اللي هو تصرف الام والبو جراء جايين المولود الجديد يحسوا عبء
علي. فوالا وباش يحس ما بين ظفرين حتى اسم الله عليه، معناها هو مصدر نتاع نقمه، على خاطر كان ما جا هو عمره ما تصرفات ام وبوه يتغيروا في اتجاهه بالطريقه هذيك اللي هي طريقه ساعات مكثر الوقت تكون سلبيه. ودوك مهم جدا زادا ردوا بالنا ما نحملوش الصغير طاقه اكثر من طاقته، بمعنى اسكو نقولوا نشركوا الصغير راهو تشريكه معناها مساهمه في بناء علاقه جيده ما بينه وبين مولود جديد، مش معناها بناء المسؤوليه باش يتحمل مسؤوليه الصغير وهو مازال في مازال بريء، معناها مازال في مرحله الطفوله واللي يلزمه يعيشها بالاحتياجات الكل اللي لازمها تتوفر له. ولكن عاده زادا فما معناتها جوانب ايجابيه نلقاوها في العلاقات هذوما الاسريه. ساعات تلقى صغير اللي مثلا نقولوا عمره 7 سنين 6 سنين 5 سنين، ساعات الامهات تتهنى تخلي صغيرها المولود الجديد مع اخوه وقت اللي يبكي يقولها هاو بكي، وساعات زاد يسكتوا ونشوفوا في برشا معناتها حتى في عائلاتنا حتى ناس اللي يسمع فينا نتصور ما عندهم امثله من النوع هذا. ساعات الام باش تقضي حاجه في الدار تخلي المولود الجديد بحذا الخوه ويبدا ما يغيرش منه، بالعكس وتتهنى بيه، معناتها تقول لك انا جامي صغيري نجم يغدر بخوه، ما يضربوش ما يدزوش، ما ساعات فما صغار معناها بالمساسك يدقوا في 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 خواتهم يستنوا الفرصه وقتاش يقعدوا مع اخوهم. فرصه ذيك فرصه ثمينه. وساعات فما صغيرات يفرحوا كي يسمعوا اخوهم ولا ما يرقدش بالكدا يقول لك هاو يبكي ولا يقول لك ولا حاجه من الحاجات كانه يعاقب فيه. وساعات والله زاد فما حاجات احنا عندنا في عادتنا حاجات خايبه برشا، ساعات الصغير يقولوا له اوزر خوك هاوكا بكي هاوكا شنيا افكتيفمون، دوك هو يمشي في بالهم اللي هما لا على اساس باش يثمنوك الصغير هذاك وما يثمنوش المولود، الوغ بالعكس انت قاعد تخلق في مسافه كبيره على اقيم بين المولود الجديد والخو، على اساس المولود راهو سلبي دوك ما لازمناش نقربوه ما لازمناش نكلموه نمسوه، وبعد فجاه يلقى الناس الكل لاهين بيه. اي انت توا هنا عملت تناقض في الكلام وفي التحاور في المعامله وفي الاحاسيس، دوك هو بيدو زاد حتى يدخل بعضه واللي مش عارف كيفاش يفكر مش عارف كيفاش يتصرف، ساعات تلقاه محلاه ساعات تلقاه يصعب ساعات تلقاه يبكي ساعات تلقاه يضحك، هو بيدو معناها يدخل في 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 احاسيس متناقضه ويبدا مش فاهم شنو اللي قاعد يصير، مره يقولوا له هذا به ومره يقولوا له لا هذا خايب، دوك هو بيدو ولي ما عادش عنده مفهوم واحد ما بين الاطراف الكل اطراف يعني افراد العائله باش ينجم يبني علاقه بينه وبين المولود الجديد. وهذا اكيد يدخل في التحذير اللي معناتها الوقت اللي الزوز معناتها زوج وزوجه يبرمجوا باش يجيبوا صغير لازمهم يبداو هذا الكل يضر لي عاملينه وحاطينه معناتها ويخذينه بعين الاعتبار وما يخليوا حتى شيء للصدفه معناتها لا. خاصة في موضوع الصغار نعرفوا اللي راهو معناتها تربية الصغار موضوع حساس برشا مش سهل ومش متاح للناس الكل، لازم فما على الأقل دراية بهالمعلومات اللي احنا نحكيو فيهم وبرشا مواضيع أخرين، احنا سلطنا الضوء اليوم على نقطة وفما برشا نقاط أخرين في تربية الأطفال، إن شاء الله نحاولوا كل مرة ناخذوا منهم ونطرحوا منهم موضوع من المواضيع هذيا. ما 3:29 دقيقة احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، ديما نذكركم 705-120 على ذمتكم، أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم، فاضل شاكر يغني لكم ابقى قابلني، وانتم ان شاء الله ديما تقابلونا وان شاء الله ديما موجودين معنا. ما 3:43 دقيقة مرحبا بكم من جديد في منتدى الحياة. منتدى الحياة منتدى الحياة رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة وبينا نوصل معكم للدقائق الأخيرة من حصتنا لليوم، حكينا على التحضيرات النفسية لاستقبال المولود الجديد وبالتحديد للأطفال كيفاش نحضروهم نفسانيا باش يستقبلوا المولود الجديد اللي هي معناتها مرحلة حساسة برشا في حياة الأطفال وقت اللي يجيهم أخوهم ولا أختهم، إن شاء الله ربي يرزق الجميع خاصة اللي ما عندهمش صغيرات، إن شاء الله ربي يرزق رزقهم وإن شاء الله ربي ما يحرم حتى حد من نعمة هذه نعمة الأطفال. أمين يا ربي. تحية كبيرة للأولياء وللأمهات اللي استقبلوا مواليد جدد في الفترة هذه، إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ربي يعينهم في تربية أطفالهم. عفوا ساعات كي نبداو نحكيو على موضوع تربية الأطفال نقول لك شنو الحاجة الصعيبة فيه ولا ماهيش وظيفة كبيرة راهي باش تربي صغير، نقطة استفهام كبيرة مانيش حاسين بمسؤولية التربية. وحتى موضوعنا لليوم يمكن البعض اللي يسمعوا فينا يقولوا كيفاش باش نحضروا طفل معناتها هو طفل صغير باش نفسروا له بالله، فما برشا الحقيقة للأسف أصوات تقول الكلام هذايا. إي فما شنو باش تحضروا طفل نفسانيا باش يجي خوه إي ومن بعد شنو باش تحكي معاه يا أخي هو كبير باش يفهمك شنو باش يقول لك بطبيعته تو يقبلوا يا أخي هو شنو معناه ما يقبلش ما باش يبكي يقول لك وباش يتقلق وباش يخير منه ومن بعد شيلوا كعبة حلوة تنسكتوا ناخذوا ديما الموضوع
المواضيع على لي جيغ ما نعطيوهاش الاهميه. ناخذوا ديما سوبرفيسيال عمرنا ما نغوصوا في عمق الاشكال ديما حتى معالجته ديما تكون معالجه سطحيه للامانه. توا سيوال كان تسمحوا في البريفي فما شكون بعث لي ميساج قال لي نتوما به تحكيوا على التحضير النفسي للطفل والام اللي تجيب ساعات زوج صغار وتلقى روحها ما تنجمش توفق ما بيناتهم حتى وكان تحاول جوستمون باش توفق ما بين الصغير اللي ديجا موجود والمولود الجديد شو نعملوا فيها. يمكن اسهل اجابه نجموا نجاوبوها اللي هو لهنا وقوه دور البو على خاطر البو راهو لا يقل اهميه في تحمل المسؤوليه للتربيه الوالديه وراهو البو مش كان دوره في تربيه الصغار فقط ولكن دوره زاد في وقفته مع زوجته وقت اللي هي نجم مثلا خاطر فما التاثيرات ما بعد الولاده اللي هو الاكتئاب بيبي بلوز دونك هذايا النجم يجي برشا امات معناها يعانيوا منه للامانه دونك لهنا تلقاها مسكينه ما عادش نجم معناها ترفض المولود الجديد تبدا تنجمش تربيه ما تنجمش تشده ما تنجمش ترضى ما تنجمش لها بيه وأميم طون يبدا ولدها يشوف فيه كيفاش تتعامل مع مولود جديد بالطريقه هذيك وهو بيدو يزيد تعمق المشكل عنده معناها بالنسبه لي هو لا يزي معناها لم جر معناها من جره المولود الجديد شوف امه الحاله النفسيه اللي هي فيها وزيد معناها هو بيدو ما عادش لاقي معناها حظه مع امه دونك لهنا باش تكون مسؤوليه على مسقطه على الصغير مسؤوليه كبيره برشا وتنجم الضغوطات النفسيه اللي يعيشها تنجم معناها تتزامن معاها معناها خاصه في الطفوله دونك تتزامن معاها بقيه العمر نتاعو لهنا دور الأسرة المحيطة بالعائلة هذيك دور الأب بدرجة أولى ومن بعد الأقارب متاع المرأة هذيك كيفاش ينجموا يساندوها لفات العلاج المبكر للبيبي بلوز هذية دوك الاكتئاب ما بعد الولادة مهم جدا كونها تباشر عند مختص على خاطر قد ما تباشر معناها بصفه مبكره على قد ما تلقى العلاج بصفه كيف مبكره وتكون نتيجته فعاله باش تنجم جوستمون هي تعاود تلقى التوازن نتاعها النفسي باش تعاود تنجم تتلهي بالمولود الجديد وتتلهي جوستمون بالصغار اللي عندها. يعني هي الام في حد ذاتها كما قلت بكري مدام سونيا هو في حد ذاتهم الزوج والزوجه لازم هما زاد يكونوا واعيين بالمرحله الجديده في حياتهم استقبال مولود جديد كيف زاد وقت اللي يكونوا عندهم ديجا مولود اخر عندهم صغير اخر لازم يبداو فاهمين واعيين باهميه معناتها اللي راهو الموضوع هذايا موضوع مهم لازم وقت اللي يستوعبوا هما اللي راهو فما برشا تحضيرات نفسيه لازم تصير ليهم هما ساعه بدرجه اولى وبدرجه ثانيه كي باش يبداو هما حاضرين فاوتوماتيكمون تصور مش باش يلقاو مشاكل باش يحضروا اطفالهم لاستقبال مواليد جدد ولازمنا زاد نكونوا واعيين احنا انه راهو باش توعي ولدك والا باش انت تكون واعي راهي حاجه مهمه برشا ونبعدوا بالله على التفكير اللي يقول لك يا اخي موضوع الصغار اليوم تحكي لي تقول لي لازم يكون واعي وهو صغير وهو ما يفهمش وهو ما يستوعبش وشنو هي الكلام اللي تحكيه فيه وما زاد شكون يقول لك حديث روادن هذا فما عبيد بالحق للاسف هذوما اللي معناتها ينجموا يتسببوا في مشاكل صغار وقت اللي يكونوا الوعي احنا توا في المظاهر الاجتماعيه اللي عندنا الصغيرات اللي معناها يولي عندهم اضطرابات سلوكيه تجاه الوالدين نتاعهم يكونوا عنيفين معاهم اللي اسم الله عليهم يهربوا من ديارهم على خاطر الجو العائلي ماهوش بالنسبه لهم جو غير ملائم للعيش فيه القطع السلات التواصل اليه التواصل الكل مع الاخوه ومع الام والبو ايجالمون خاصة في مرحلة المراهقة معناها من غير ما تشعر تلقى روحك الأخطاء التربوية اللي مارستها على طفلك في عمر مبكر راكم بعد باش تلقى النتائج نتاعهم في مرحلة المراهقة ولا. دونك صحيح الصغير يخزن ويتقبل منك خاطره صغير على خاطر باقي راه في ام وبوه على اساس هي السلطه العليا في الدار دونك هي فيها الامر والنهي ولا والحاجه ذيك لا وذيك الحاجه ممكن او غير ممكن ما ينجمش يعبر ما يعطيش رايه كل شيء مفروض عليه او مسقط عليه لكن بعد في مرحله المراهقه وقت اللي هو يبدا يبني في شخصيته وقت اللي تكثر عليه التساؤلات وقت اللي يمشي يحط كل شيء اون كيستيون معناها باش يعاود يطرح تساؤلات العيشه والقواعد اللي خذاها وقتها باش تظهر جوستومون الازمه التواصليه مع الوالدين او مع الاخوه الازمه السلوكيه الكل باش يظهروا الاضطرابات في العمر هذاك وقتها تفهم انت الاسلوب التربوي اللي كنت تربي بيه ما كانش يتماشى مع احتياجات في طفلك ومعناها وتظهر الاخطاء التربويه اللي من بعد يلزمنا كان نتحملوا نتائج نتاعهم وذيك علاش احنا اليوم طرحنا الموضوع هذا باش ما نوصلوش نحكيوا على الازمات والمشاكل والنتائج الوخيمه اللي نجموا احنا نشوفوها حاجه عاديه وساعات نشوفوها تافهه معناتها ما نعطيوهاش اهميه من ابسط
الحاجات اللي نحن نجم نقولوا عليهم بين ظفرين من الأول تافهة ومن بعد تظهر اللي هي مشكلة عويصة جدا اللي هي الغيرة المرضية. اللي هو بيصير تكبر معاه خاصة بعد بالأسلوب التربوي اللي هو فيه برشا تميز ما بين الأبناء. دوك نوصلوا للإنسان يطلع عنده اضطرابات نفسية اللي هي مرض الغيرة المرضية. ولهنا الغيرة المرضية راهي تحطم حياة الإنسان وحياة المحيط اللي هو معاه. معنى ريت حتى بعد في علاقاته الاجتماعية أو في الزواج أو في الحياة العائلية راهو باش تكبر به في العمل في الدراسة في كل شيء دونك في المجتمع ككل كسوا داخل البيت أو خارجه في المهنة في الشارع في أي بلاصة. دونك الحالة هذه ما تخليهش كونه يكون متوازن في مجتمع كيف وكيف الناس الأخرين وتخليه كونه إنسان معناها حياته ما تمشيش بصفة طبيعية باش يلقى روحه في برشا محطوط في برشا مشاكل باش يعاني في برشا أزمات نفسية ونجم حتى حياته اللطف معناها تكون حياته غير ناجحة. إن شاء الله ما نوصلوش احنا للنتائج هذيا وإن شاء الله نحكيو على النتائج الإيجابية اللي كنت انت عطيتها هنا تقسم الأدوار بين البو والأم كيفاش يفسروا لولدهم اللي المولود هذاك أخوه كيفاش يعلموه يحبوه كيفاش يعلموه يحن عليه كما قلت انت وساعات زاد يتلهى به ويعاون أمه في الحاجات اللي تقوم بها للصغير في نظافته في كل شيء حتى في التغذية من بعد كي يكبر صغير ويولي ياكل برشا حاجات يتصوروا هو لو فات يقول له وكل خوك شو خوك كيفاش ياكلها حتى لو كان ما ياكلهاش على خاطر يحب يوري واللي هو مسؤول قدام خوه فحتى الخضره اللي ما ياكلهاش يولي ياكلها ايفيكتيفمون. دوك نجموا نربحوا برشا حاجات بالطريقه هذه اللي تعاون برشا على حفاظ التوازن النفسي عند الصغير. يعطيك صحة مدام سونيا إجبالي إن شاء الله تكون تحققت الإفادة خاصة للأمهات والأولياء اللي قادمين على اللي يستنوا في استقبال مولود جديد كيف زادة اللي قاعدة هكا تربي في زوج صغار ولا ثلاثة صغار مع بعضهم إن شاء الله ربي يوفقهم في المهمة. أنا نقول مهمة ونقول وظيفة مهمة وحساسة وكبيرة برشا خاطر النتائج نتاعها من بعد تظهر في فترة المراهقة وإلا عند الصغير وقت اللي يكبر. هذا علاش اليوم طرحنا معاك بالموضوع هذا وإحنا ديما نحاولوا في منتدى الحياة أن نغيروا وان نطوروا وان نعالجوا اذا كان فما معتقدات غلطه اذا كان فما مشاكل والا مواضيع تشغل بالكم وتحبونا نطرحوها ديما 70 035 120 على ذمتكم. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم. تحيه كبيره لمدام سونيا جبالي الاخصائيه النفسانيه اللي ديما تكون حاضره معنا في الاستوديو. يعطيك الصحه مدام سونيا. يعطيك الصحه سوار ان شاء الله كل عاده قمنا بالافاده وان شاء الله شعار نتاع برنامجنا خلطنا له في الحصه هذه اللي هو نطوروا من رواحنا ان شاء الله الافكار مغلوطة أو مو على الأقل بدلناهم بأفكار علمية منهجية تنجم تعطيك الأساليب باش تنجم تحسن في الآليات التربوية. وإن شاء الله كل ما ينتظر في مولود إن شاء الله من رزقه وإن شاء الله من الذرية الصالحة. احنا نتلقاو بكم إن شاء الله نهار الاثنين من هنا لوقتها إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس الكل إن شاء الله ربي يوفق اللي قاعدين يعديو في الامتحانات سينو العطلة بديت بالنسبة للتلاميذ إن شاء الله يعديو وقت حلو إن شاء الله احنا في قادم الأيام ونطرقوا نعاود ونحكيو معاكم على مواضيع العطلة شنو تنجموا تعملوا في العطلة هذية كيف المواضيع اللي تهم فصل الصيف زادة باش تلقاوها معنا في قادم الأيام. تابعوا بقية برامج الحياة فهم جوك على 93 من الأربعة حتى الستة موجز الأخبار مع الزميل حسين النابتي سينو ما تبعدوش بعيد ديما خليكم برونشي على 93. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.